جيت سئلت هو انت ايه الغرض او تحديدا من زياره جامعه السويس ولماذا جامعه السويس؟ لا هناك اغراض طبعا، الساده الصحفيين طبعا بيهتموا بهذه النوعيه من الاسئله، لكن خليني اقول ان الزياره وان كانت ضمن زيارات تتم للجامعات المصريه كلها للتعرف والحوار والدعم، لكن ليها برضو طابع ومذاق اخر. لازم نوصل للناس دي، فوجود مراكز اقليميه ده شيء محمود، انا بشكر حضرتك عليه وبشكر الدكتور ماهر، وان شاء الله نحسن استخدامه وتوجيهه في الفتره القادمه. الجامعه هنا من خلال اللي انا بشوفه لها تميز في تخصصات بتخدم المنطقه اللي احنا بنتكلم النهارده، اللي بنتكلم على البترول بقت الناس بتشاور على جامعة السويس، وهذا هو التميز وهذا هو الاختلاف اللي أحيانا لما بيواجه صح بيصنع التميز. إحنا عندنا في هذه المنطقة بنتكلم عن مصايد، على الحاجات السمكية، على نوعية معينة من الصناعات، أعتقد هو ده التوجه بتاع جامعة الطور. له كل الشكر والتحيه باسمه وباسم شعب السويس، اتوجههم جميعا بالشكر على هذا المبلغ. مطلوب من عليك فندم ان احنا ان شاء الله باذن الله، طبعا احنا مع تنميه سينا بشكل كامل، واحنا عارفين انه الامن القومي المصري يبدا من سينا، لكن ارجو الا تتاثر مخصصات جامعه السويس حينما يتم فصل جامعه سينا. اي جامعه جديده بتنشا لابد تخرج اولا من جامعه اخرى، واول ما تكتمل مقاوماتها ومبانيها بتنفصل عشان متابعه اعمال الانشاءات والتجهيزات. جامعه السويس تتبنى انشاء جامعه الطور بدعم كامل من الدوله وموازنه الدوله عشان تبقى بؤره للتنميه في جنوب سيناء، واول جامعه حكوميه هناك. واحنا النهارده جزء من الزياره ان احنا بنتابع الاستعدادات لانشاء جامعه الطور ضمن اهتمامات كثيره معني بها جامعه السويس.